وبشركة الوحدة المسيحية الحب والولاء والبيعة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني الملك الإنسان، داعين العلي القدير أن يحفظه ويحمي بلدنا واحداً موحداً بأمن وسلام، وأن يرعى جيشنا وأجهزتنا الأمنية وحكومتنا الرشيدة. ونحن نعاهد الوطن أن نبقى الأوفياء الذين يعملون دوماً من أجل الوحدة الوطنية، ليبقى الأردن نموذجاً يحتذى به في الوحدة والتآخي والوئام. وسلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم جميعاً.